كيفك استاذ؟ اهلا 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 يا جاجي، اهلا بمرتي حبيبه قلبي. شو سر الزياره المفاجئه؟ تفضلي تفضلي تفضلي. والله جوزي كل نهار وبالمكتب وبالليل مقضي لي اياها سهر، قلت له اجي شوفه. لك يا حاجه بقى اطلعي من هالبواب. بكون بالبيت انت وبلشي بتمسكي الموبايل بقى على الانترنت وجوجل وواتساب، ما بتحكي بقى بالحرف. هاتي لشوف، قولي لي شو القصه. والله اللي بيسمعك بيقول قديش هذا مظلوم مع مرته، والحقيقه ما انك فاضي تشوفها. هات اعطيني مصاري بدي اقوم انزل على السوق. ايوه أنا أقول لحالي الزيارة مو لله. والله عرفان بدك مصاري. تكرم عينك الله. هلأ محور المشاكل الزوجية، كيف بدنا ندخل في خيانة؟ أنا شو بيفهمني بالخيانة؟ مالي غير فوت طبق لي شي بنت على الفيسبوك وعيش الحالة. الخيانة. هاي المسنجر. قالت الأصدقاء. شو؟ أسير الالتقاء. شو؟ القلب الحزين. هي الحلوة هي. شو إلا؟ إلا مرحبا. تروح ما ترد علي؟ ولك سلامة قلبك وروحك. شكرا. مين هاد؟ هاد تشيخوف. جدك؟ لا أخوه. وهاد مين؟ مين هاد؟ هاد حبيبتي. انتي كاميرا اثنين. طيب اوكي تمام ما شاء الله. ورجيني توزيع الكاميرات. يلا هاي كاميرا 1 هاي 2 هاي 3. يا مخرج قول للمذيعة تركز ثيابها، هذا برنامج رسمي مو برنامج للازياء. فورا فورا استاذه فورا. نايا حبيبتي زبطي لي ثيابك. شو بكن يا جماعه؟ يعني انا حاسه حالي رح اقدم نشره اخباريه مو هيك؟ يي لا انا ما عاد بدي اشتغل، ما عاد بدي سجل. يعطيكم العافيه. استاذ سامر حكيني شوي بس. نعم عايزتك حكيني شوي بس. فيني اعرف شو بهون تيابي؟ شو المشكلة؟ يا حبيبتي ما فيهم شيء، مديرة القناة اتصلت وقالت انه الكنزة نازلة لتحت. هلا هي نازلة لتحت؟ إذا هي هيك موديلة شو بعمل يعني؟ بنزعها؟ لك لا شو تنزعي أنا كثير حاببها. خليها لغير وقت. المهم هلا بدك تطبقي لي الأوتو كيو مع النص اللي عندك. إيه؟ أوكي. يلا. رح أعمل تيست على السريع أوكي؟ يلا حبيبتي. يلا تيست يا جماعة تيست. واحد. تيست. يلا يا جماعة ستاند باي. خمسة. تمام. تفضل يا سنايا. جاهزين حبيبتي؟
مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بالحلقه الاولى من برنامج. ايوه استاذه. ليش هيك المذيعه فرحانه كثير وهي عم تقدم؟ انه ما في داعي لكل هالابتسامه. امرك امرك استاذه فورا. استاذ كانه هي المذيعه مأوبره شوي، يعني معها حق المديره، البرنامج رسمي ما بده كل هالمياعه. ايه يمكن. نايا حبيبتي تعاملي مع النص بشكل رسمي اكثر. على فكره انا اليوم كثير رسميه يعني، بس ما بعرف انتوا ليه هيك شايفيني. طيب طولي بالك علينا، معلش زراعيه بداني، بس تعاملي مع النص برسميه اكثر. خلينا نعيد التست. تفضل. خمسة. لحظة لحظة، شو تيست ما تيست؟ طولوا بالكم. هدي مدية القناة هيك بدها لا توجعي لنا راسنا. بس أنا هيك ما بشتغل. ولك عم بقول لك نايا، مو نحن صحاب القرار. شو بكي إيه؟ زراعية بداني. طيب ماشي خلصنا، بس بلاها كثرة الملاحظات هي، خليني أعرف كمل شغلي أنا. يلا يا جماعة keep rolling stand by. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا. خمسة. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في البرنامج الكوميدي والفكاهي فكاهات من الماضي، حيث سنروي لكم حوادث وطرائف كانت تحصل في العصر العباسي والعصر الأموي.